وهو متعلق، انا اتكلمت على السوبر الافريقي الاهلي واتحاد العاصمه، واعتبروا المباراه مؤجله لاجل غير مسمى لغايه ما يتم تحديد ميعاد جديد. ولكن البطوله الاقرب للاهلي الفتره اللي جايه في ظل عدم تحديد مواعيد بطولات كثيره جدا غير دوري ابطال افريقيا، السوبر ليج. رسميا السوبر ليج هي الانطلاقه هتكون 20 اكتوبر، والنهايه مباراه النهائي يوم 11 نوفمبر. البطوله بنظام الذهاب والاياب، اربع فرق تصنيف اول، اربع فرق تصنيف ثاني، فريق يواجه فريق من هنا طبقا للقرعه. الاهلي مصنف اول، اول ماتش خارج مصر، المباراه الثانيه داخل مصر. كل اربع ايام عنده مباراه لغايه ما يوصل للفاينل، ست ماتشات في 21 يوم. وتحددت بشكل رسمي ملاعب السوبر ليج. هنطلع لحضراتكم دلوقتي على الشاشه بمستند رسمي بملاعب السوبر ليج لاول مره على الشاشات في القنوات الرياضيه المصريه. ايه هي الملاعب؟ ودي ملاعب معتمده طبقا لخريطه القاره الافريقيه من الشركه الايطاليه. اتمنى تبقى الصوره واضحه لحضراتكم على الشاشه. رقم واحد، استاد القاهرة الدولي، ملعب النادي الأهلي. رقم اتنين فوق في دول معاكم على الشاشة طبعا، ده صورة استاد القاهرة الدولي. نرجع للخريطة من تاني، دي الخريطة اللي تم اعتمادها من الشركة الإيطالية ومن الكاف والفيفا. الملعب التاني في منطقة الشمال، ده ملعب استاد حماد العقربي، ملعب استاد رادس، وده هيكون ملعب نادي الترجي. بجانبه رقم تلاتة ملعب محمد الخامس في كازابلانكا، هيكون ملعب نادي الوداد الرياضي المغربي. حتى الآن ده قدامكم على الشاشة اهو، مركب محمد الخامس هو ملعب نادي الوداد، هيكون ملعب مبارياته في السوبر ليج. الملعب حاليا في صيانة عشان أمم أفريقيا 2025، لكن الوداد بيأكدوا ان هم هيلعبوا لقاءات السوبر ليج على ملعب محمد الخامس. طب ننزل تحت شوية، الملعب رقم أربعة، ملعب دار السلام، ملعب بنجامين مكابا قدامكم اهو، ده ملعب سيمبا التنزاني، ده رسميا هيكون ملعب سيمبا في السوبر ليج. طيب نروح للملعب رقم خمسة، وده ملعب الكونغو الديمقراطية، ملعب مازيمبي، تي بي مازيمبي في مدينة لومباتشي في الكونغو الديمقراطية، ده ملعب رقم خمسة تم اعتماده رسميا طبقا للخريطة الرسمية اللي منتشر فيها أسماء الملاعب على خريطة القارة الإفريقية. طب نروح لملعب رقم ستة، ودي المفاجأة، ده ملعب إنيمبا. طبعا إنيمبا كلنا عارفين بيلعب في مدينة أبا النيجيرية، لعب عليه الأهلي في 2004-2005، ولكن لا مش هيلعب على ملعبه. إنيمبا هيلعب في مدينة يويو في استاد جودويل أكومبيبو، ده ملعب اللي اتلعب عليه نهائي كأس الكونفدرالية العام قبل الماضي، واللي كان بيديره طاقم تحكيم مصري، الملعب اللي فاز فيه نهضة بركان بكأس الكونفدرالية الموسم قبل الماضي. ده هيكون ملعب إنيمبا بشكل رسمي طبقا للخريطة المعتمدة من الشركة الإيطالية على ملاعب مباريات السوبر الإفريقي. طيب نروح لملعب رقم سبعة، ملعب رقم سبعة ده في لواندا، استاد 11 أغسطس أو 11 نوفمبر، ملعب بترو أتلتيكو، بترو أتلتيكو الأنجولي هيلعب على ملعبه في لواندا ملعب 11 نوفمبر، والأهلي والمنتخب حتى لعب عليه أكتر من مرة. الختام مع ملعب ماموليدي سان داونز، هيلعب فين في السوبر ليج؟ هيلعب في ملعب لوفتس في بريتوريا، الملعب اللي لعب عليه سان داونز السنة دي كل مبارياته في دوري أبطال إفريقيا، مباراته مع الاهلي، مباراته مع الوداد، ملعب لوفتس هيكون هو ملعب سان داونز في السوبر ليج. مش هيلعب في لوكاس ماريبي، مش هيلعب في جوهانسبرج، هيلعب في بريتوريا، ودي الملاعب الرسميه للثمان انديه اللي تم اعتمادها بشكل رسمي خلال السوبر ليج. ده خبر رسمي، ودي ملاعب رسميه طبقا للخريطه اللي قدرنا نحصل عليها من مصادرنا عشان نعرف حضراتكم الثمان دول والثمان ملاعب والثمان انديه اللي خلاص رسميا هيكونوا طرف في السوبر ليج. امتى القرعه؟ قرعه السوبر ليج يوم 4/9، قرعه السوبر ليج يوم 4/9. يوم 4/9 الاهلي هيعرف مين المنافس بتاعه، هيلعب مع سيمبا ولا انيمبا ولا مازيمبي ولا بترو أتلتيكو الانجولي. ده خبر رسمي بنقوله لحضراتكم من خلال برنامج الترند.